مصر، مصر يا أبو حسين، مصر هي اللي طلع روحها 60 سنة وهي بتحارب، واقفة لهم زي الأسد وشايلة القضية فوق دماغها. مصر هي اللي عبرت في 6 أكتوبر وانتصرت ودفعت عن كرامة الشعب العربي كله. مصر اللي شقيت وتعبت وضحت بشباب زي الورد. طب تقولوا عليها انها باعت القضية برضه؟ ده احنا فرحنا لكم وهتفنا لكم، والشارع كله كان معاكم لما نزلتوا الصهاينة تحت الأرض 35 يوم في ملاجئ زي الفيران. اللي عشت مصر عمره ما يكبر مهما عمل. مصر هي الأم، واللي يشتم أمه هو اللي خسران. مصر بقلوبنا، وما حدا بيقدر ينكر على مصر يلي عملته. انتوا بلشتوا بالخطوة يا أخ ناجي، ونحن حنكمل نضال وراكم حتى تضل راية العرب والمسلمين مرفوعة دايما. بس كيف فكرتوا بهالفكرة الجبارة؟ وكيف قدرتوا نفذتوها؟ وليك يسلم الشباب ويسلم الوطن. الله يخليك يا عم الحاج. ده إبراهيم، لبلب في اللغة العبرية، ده اللي كنا ماشيين بيه في تل أبيب. وده بقى حسام البطل بتاعنا، ده أول واحد نط على السطح بتاع البنك. خدمك عبد الجليل، إلا لا مؤاخذة فور قضبان الخزنة. مهندس زاهر، مهندس كمبيوتر. تهامي. ده بقى البركة بتاعتنا، الشيخ حسن. شو رح بتسوي بكل هالمصاري يا أخ ناجي؟ هو أولاً وقبل كل شيء يعني إحنا كنا عاملين حسابنا في مبلغ كده للمقاومة اللبنانية، يعني تقديراً منا وإعجاباً بكفاحكم ونضالكم. الحمد لله، الحزب مش عاوز مصاري، نحن بيكفينا دعم الشارع العربي. والله يا أبو حسين ده راجل 100 100، أنا قلت برضو إن هو مش هياخد مليم. لا يا رب يزيدك ما يحرمك ويديك ما يضيمك. أمال إحنا هنمشي إمتى يا أبو حسين؟ تمشوا؟ تمشوا لوين يا أخ ناجي؟ على مصر. أوامر سقتوا منا؟ لا احنا عمرنا ما نزهق منكم ابدا، احنا لو قضينا بقيه حياتنا كلها هنا ما نزهقش منكم، بس اصل عايزين نرجع مصر بالحاجه عشان في عمليه تانية بنوضب لها. العمليه التانية صارت جاهزه يا اخ ناجي، بدكم تسووها هون. عمليه ايه؟ السيدات والسادة، اليكم هذا النبأ العاجل. قامت قوات حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا إلى الحدود اللبنانية فجر اليوم، وأعلن اعتبارهم أسرى حرب ومعاملتهم معاملة الأسرى إلى أن يتم التفاوض بشأنهم أو تبديلهم بالأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. نعلن نحن حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا على الحدود اللبنانية فجر اليوم. تم اعتبارهم أسرى حرب وسيتم معاملتهم كأسرى لأن يتم التفاوض. عبد الجليل ابني، لا لا لا، ده عبد الجليل ابني. يمين طلاق بالتلاتة يحذبني في نار جهنم يوم القيامة، إن ده عبد الجليل ابني. هو أنا هتروح عن ابني؟ عبد الجليل إيه يا حاجة؟ بيقولوا لك دول عساكر إسرائيليين عدوا الحدود والمقاومة جابتهم. يا ابني يا ابني بحلف لك بالله العظيم ثلاثة إن ده عبد الجليل ابني. أنا طلعه من نص مليون حتى بقى مارت سحنته الغبية دي. وعبد الجليل إيه اللي وداه إسرائيل يا حاجة؟ ويتطوع في الجيش الإسرائيلي كمان؟ لا، أنت بان عليكي خرفت يا حاجة. اخرس يا قليل الأدب، أنت اللي خرفت أنت وعيلتك كلها والحارة كلها بقت تخرفت. بقول لك اللي في الصورة ده ابن عبد الجليل. ولما هو عبد الجليل ايه اللي وداه إسرائيل؟ الصهاينة خطفوه، الصهاينة خطفوه. بس أنا مش هاسكت، هروح الحكومة وأقلب عليها وأطيعها لحد ما يجيبوا لي ابني. ده ضنايا، ده أنا ما بحبش غيره، ده هو اللي طلعت بيه من الدنيا. يا ربي ها يا حاجة. يا سعادة الضابط بيه، هو انا هكدب عليكم؟ ما انتوا كل يوم وتاني تيجوا تقفشوه الواجع نومه يرجع لي قفاش ابر من نص.
انتوا اضرب عبد الجليل، انتوا اضرب عبد الجليل. طب قولي لي حاجه، هو عبد الجليل ما قالكيش هو مسافر فين بالظبط؟ قال لي مسافر شرم الشيخ يشتغل مع واحد من الكبارات. جميل. طب ما قالكيش بقى الراجل الكبير اللي بيشتغل معاه ده اسمه ايه بالظبط؟ شوف ان شاء الله عدامك الف 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 بعد الشر يا اخويا، ان شاء الله عدامك بعد الشر. انا ما اعرفش حاجه، هو راجل كده شياكه ومحترم وكباره ويقعدوا يكلموا ويتوددوا، انا ما اعرفش حاجه. ولو عندك مصحف هنا هتقولي احطه على عينيا، واحلف لك ان ابني ده عبد الجليل مش اسرائيلي، مش اسرائيلي. مش ممكن يا ماما، زاهر لا يمكن يعمل كده، دول اكيد خطفوه. انا حسيت بيه وهو بيمشي، كنت حاسه ان في حاجه مخبيه عليا، كنت حاسه انه جواه سر ومش عايز يقولهولي. ايه بس يا ربي اللي خلاني يسافر طول عمره واقف جنبي ومراعيني. يا ماما ممكن يكون ده واحد تاني ويكون كل ده وهم جواكي. انا هنزل شرم ادور عليه وان شاء الله هلاقيه. لا ما تسيبنيش انت الاخر، انا مش ناقصه. بقول لك ايه، انت دلوقتي تروح تبلغ الحكومه لازم يدوروا عليه ويلاقوه لازم. كده برضو يا زهر، كده تعمل في امك كده، وكمان الراجل اللي خده معاه ده لازم كمان تبلغ عنه. هو اللي عمل فينا كده، هو اللي عمل فينا كده، الراجل اللي اسمه ناجي عطا الله. انت بتقول ايه يا شيخ محمد؟ معقولة؟ هو الشيخ حسن الشيخ عبد الله، ما تسمع اللي بقولك عليه. عرفت ليه بقى هو ترك الجهاد وبعد عننا؟ لانه كان متفق مع اعداء الله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. الشيخ حسن وربك اراد ان يفضحه ويكشفه ويتصور وهو اسير مذلول بملابس اعداء الله الصهاينه، وهو ده بقى سيدي اللي كنا معتبرينه في يوم من الايام واحد مننا، وقال ايه كنا جاعلينه امين على الاسلام والمسلمين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ناجي عطا الله واللي معاه لازم يرجع، لازم تتصلوا باخواننا في المقاومه اللبنانيه وتخبروهم ان احنا ما بنفرط فيهم باي ثمن. هذول ضحوا بارواحهم ونفذوا عمليتهم، لكن هم ما نسيوا اخوانهم في غزه، واحنا كمان ما لازم ننساهم يا ابو شعلان. مفهوم؟ مفهوم يا حجه فاطمه. وانت يا زياد من بكره الصبح بدك تحضر حالك وتنزل على مصر. خير يا حجه فاطمه. في مهمه لازم تنفذها هناك،